مساء الخير اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من الجسر نقرب المسافات يبدو ان احنا الاربع سنوات اللي بداوا من يناير السنه دي هيبقوا سنوات صعبه شويه او قد تكون احنا ما نعرفش لسه بس اربع سنين في عهد ترامب ما نعرفش اللي بيحصل محاكم قرارات بتصدر وقرارات بتوقف بالمحاكم استئناف فيمكن في نوع من انواع الكوميديا السياسيه ما بين وسائل الاعلام ما بين البيت الابيض ما بين الرئيس ما بين الشعب ما بين الدول الخارجيه اتمنى ان هذه الاحداث لا تكون في يوم من الايام دراميه لاي لاي حد احنا لا نتمنى اي حاجه وحشه لاي حد فهنتكلم طبعا في بعض التفاصيل في هذا الموضوع من خلال ضيوفنا الكرام بس أنا عايز أقول لحضراتكم الأول النهارده كل سنة وأنتم طيبين وألف خير وسعادة اليوم أنا بيسعدني إن أنا أقول لكم إن الحلقة دي رقم 100 من برنامج الجسر، حلقة رقم 100 في هذا البرنامج الذي استمر وبناء على رغباتكم ومن خلاله استطعنا إن إحنا نقدم فيه كل ما نقدر أو نستطيع أن نقدمه بناء على طلباتكم للأسرة العربية للأولاد للأجيال في أعمار مختلفة لكل المشاكل لكل النجاحات لكل الأفراح والأحزان خلال مئة حلقة يعني كان بيننا تواصل وسيستمر إن شاء الله من خلال برنامج الجسر اللي احنا بنتمنى في يوم من الأيام ان احنا انهانس هذا البرنامج ليكون يومي أو شبه يومي للتواصل مع الجاليات العربية بينها وبين بعض وبين الجاليات العربية وأوطانها البلاد الأم طبعا الأحداث كثيرة والتركيز كله على العرب وعلى المسلمين وعلى المينورتي وعلى السبع دول يعني كلام كتير بيحدث حوالينا لدرجة أن احنا بدأنا نفقد التواصل مع وسائل الإعلام من ان ضد رئيس ترامب فوكس نيوز مع الرئيس ترامب الدول العربية في موالها يعني يعني لحد دلوقتي احنا ما بنسمعش ايه يعني ردود فعل الدول العربية وخاصة السبع دول اللي حصل عليهم البان او منع شعب شعوب الدول دي من القدوم الى الولايات المتحدة الامريكية ف يعني النهاردة احنا هنحتفل بالحلقة رقم 100 معاكم وده شيء بيسعدنا طبعا جميعا وبنشكركم طبعا نشكر ضيوفنا اللي اتوا من معظم الولايات وتحملوا عبء السفر ليكونوا معانا وشاركونا خبراتهم ومعلوماتهم اللي هم كانوا يعني بيقدموها لنا بكل صدر رحب و... وايضا النهارده يكون معانا ضيوف ايضا من ولايات بعيده او سفر بال... بالخمس ست ساعات سواء بالطائره او بالسياره فانا بشكر كل الضيوف اللي كانوا معانا في الحلقات السابقه أه بشكركم طبعا أولا أعزائي المشاهدين في كل مكان في العالم لأن احنا من خلال هذا البرنامج اللي بيوزع على قنوات التلفزيون بأمريكا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم كله وبيعاد مرتين كل أسبوع وبيبقى موجود لأن في معلومات قيمة من ضيوف قيمين احنا لما بنختار الضيوف هنا في هذا البرنامج ما بنختارش أي حد يعني احنا أي ضيف بيجي البرنامج هو على علم وعلى آه يعني selected آه جست يعني زي ما بيقولوا إحنا الضيف اللي إحنا بنختاره في هذا البرنامج بيكون على مستوى عالي جدا من العلم والثقافة وأن إحنا فعلاً بنحس ان هو آه بيفيد لأن كل ما الواحد بيرتقي بعلمه وثقافته كل ما بيرتقي أيضاً آه عطاؤه وعطاؤه بيكثر وبيبقى يعني آه عايز يدي أكتر. يمكن من اللي اقل علما شويه. فبشكركم وبشكر كل ضيوفنا وكل العاملين في هذا البرنامج سواء من معدين لمخرجين لمقدمين لكل من وراء الشاشه لخروج هذا البرنامج، برنامج الجسر المباشر وهو البرنامج العربي الوحيد للاسف من امريكا وكندا وهو يعني البرنامج الوحيد اللي بنتواصل فيه مع بعض، بتقدروا تكلمونا بالتليفون، بتكلموا الضيوف اللي معانا بتقدروا تشاركونا بكل اقتراحاتكم وبكل اسئلتكم آه بنجاوب عليكم في جميع المجالات آه مش هذكر طبعا مجال ومجال لا بس احنا يمكن حضراتكم شاهدتوا آه ال حلقه السابقه او 99 وهذه هي ال حلقه ال فبتقدروا آه انتم يمكن تحكموا اكتر مني فانا بشكركم ايضا النهارده آه فاضل اربع ايام على عيد الحب عيد الحب يعني عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين مش بس عشان كمان اربع ايام عيد الحب لا انا عايز اقول كل سنه وانتم طيبين كل يوم لان انا نفسي ان 365 يوم كلهم يبقى عيد حب. الحب ده قد يكون حب بين بين, بين 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 حبيب وحبيبه، بين زوج وزوجه، بين شخص وخطيبته، بين بين للاب، للام، للعيله. الحب من غيره ما نقدرش نعيش. ما ينفعش الحياه تكون بدون حب. فبتمنى ان احنا ايامنا كلها تكون فيها الحب والود والتواصل فبشكركم جميعا سادة المشاهدين على استمراركم معانا وعلى صبركم علينا في احيانا بنخفق احيانا بنبقى افضل فبشكركم جميعا والنهارده حلقه 100 وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيبقى الحلقه 101 وهكذا وسنستمر نصل المسافات بينا وبين بعض وبيننا وبين, وبين, وبين بلادنا العربية وكل اللي انتوا بتحبوه النهاردة عايز اتكلم على اكتر من موضوع طبعا مبدئيا احنا دلوقتي بالنسبة للحاصل مع ترامب واخر تطورات هذا الموقف الكوميدي حقيقي موقف كوميدي ان ثلاث قضاة من اربعة معرفش مين الرابع بس ثلاثة اوقفوا القرار بتاع ترامب اللي هو حظر حظر السفر من السبع دول خليني أذكركم بالسبع دول اللي هم السبع دول مرة أخرى أذكركم بيها اللي هي العراق وإيران سوريا ليبيا الصومال السودان اليمن أنا عايز أقول لكم على حاجة كل الحوادث اللي حصلت يمكن في العشر سنين اللي فاتت دي كلها حقيقي يعني اللي قام بالحوادث دي سواء بقى تحت غطاء ديني إسلامي تحت غطاء ديني يهودي مسيحي تحت أي غطاء سياسي في خلال يمكن العشرين سنة اللي فاتوا ما سمعناش عن واحد صومالي عمل انفجار مثلا في فرنسا ما سمعناش عن واحد إيراني فجر في هولندا ما سمعناش عن واحد سوري فجر في حاجة في أمريكا أو قنبلة أو عمل عملية إرهابية يعني لو بصينا على السبع دول دول هم السبع دول يمكن اللي ما فيش منهم ولا شخص من هو كان متهم مثلا في اي قضيه ارهابيه خلال الفتره اللي فاتت دي من الدول دي فيعني ربنا معاهم فطبعا القرار ده غير دستوري واحنا بنتكلم يعني احنا طبعا انا انا بتكلم بناء على اللي احنا بنقراه واللي احنا بنشوفه في وسائل الاعلام وايضا مع الخبراء اللي هيكون معانا منهم من النهارده الخبير الدستوري الاستاذ محمد سواعير وهيكلمنا في تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع بس خليني اشوف نشوف مع بعض تقرير عن وقف قرار ترامب في خلال هذه الفتره خلينا نشوف التقرير القضاة ثلاثة من المحكمة العليا في سان فرانسيسكو رفضوا القرار المتخذ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بمنع اللاجئين من السبع دول للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعد إصدار هذا القرار مباشرة قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع جملة على حسابه الخاص تويتر نراكم في المحكمة لأن الأمن القومي الأمريكي في خطر And it's a very, very serious situation. So we look forward, as I just said, to seeing them in court, whatever the case. هذا وقد قام المدعي العام في واشنطن بمؤتمر صحفي في سيارو بشأن قرار الحظر، واعتبر أن وقف القرار لهو انتصار للدستور. We are a nation of laws. Those laws apply to everybody in our country. And that includes the President of the United States. قال <applause> أيضاً <applause> أن الحظر من غير العودة والرجوع إلى المحاكم واتباع الدستور سيعيد البلاد للوراء ومن خلال ما رأيناه فقد تنتهي هذه القضية في المحكمة الأولى زي ما شفنا كده في التقرير يعني آه أيضا من توابع هذا القرار واللي بيحصل دلوقتي أن شركات الطيران اشتكت يعني آه كان الأسبوع اللي فات آه الاكزيكتيفز أو الرؤساء مجالس إدارة شركات الطيران الرئيسية بأمريكا راحوا البيت الأبيض وكان عندهم مقابلة مع دونالد ترامب مقابلة على الفطار لبحث ما يجرى في في العالم ستة ونص المية قلت نسبة الحجوزات الطيران اللي قادم لأمريكا يعني نسبة الطيران اللي القادم إلى أمريكا قلت ستة المية طبعا ستة ونص في دول مش من البلاد السبعة دول بس يعني يعني ده جزء منهم ولكن عموما حصل نوع من انواع التعنت في دخول الولايات المتحده الامريكيه واللي كان معترض على هذه واللي اعترض على هذه القرارات مش بس الناس الناس اللي من الدول دي لا ده اللي اعترض على دي الجاليات العربيه وايضا الشعب الامريكي الغالبيه العظمى من الشعب الامريكي سواء ديمقراطي او جمهوري كانوا معترضين اعترضوا عن ما اتخذوا دونالد ترامب من قرارات لأن دي بلد المفروض فيها حقوق الإنسان هي في المرتبة الأولى البريوريتي زي ما بيقولوا فأي شخص بيكون على هذه الأرض لابد إنه يكون واخد حقوقه ولا ولا يتم أي نوع من أنواع التعنت ضده سواء في علاج، في تعليم، في معيشة، في حياة، في أسرة ما ينفعش أمريكا ودستور أمريكا بني على هذا الأساس. أيضا هنتكلم برضو في تفاصيل اكتر شوية ويمكن النهاردة برضو هيكون معانا خبير في الطيران ورجل يعني, يعني اعماله وانجازاته بتتكلم عنه وهو المدير العام الاقليمي للولايات المتحدة الامريكية وكندا بشركه مصر للطيران ومدير شركه مصر الطيران بالولايات المتحده الامريكيه وكندا الاستاذ ايمن السمري هيكون معانا اليوم وهنتكلم معاه في تفاصيل كتيره عن مصر الطيران وهي اقدم شركه شركه طيران في الشرق الاوسط وفي افريقيا وايه اخبار مصر للطيران وايه اللي بيحصل ان مصر للطيران الطيران مش مصريين بس مصر للطيران للعرب جميعا مفيش طياره من هنا بتطلع على سوريا مباشره مفيش طياره من هنا بتطلع على ليبيا مفيش طياره من هنا بتطلع على لبنان مفيش طيارات كتير على دول عربيه فمن خلال مصر الطيران هي جسر التواصل الجوي لكل عربي موجود بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا فهيكون معنا النهاردة الخبير والأستاذ أيمن السمري وهو رئيس شركة مصر للطيران بالولايات المتحدة وكندا أو المدير العام لأنه ده تايتل أه أه حكومي فلازم أقوله بالظبط الريجيونال مانجر ف خليني أدخل على موضوع تاني يوم الحد اللي فات كان في مباراة مصر والكاميرون انتهت بفوز الكاميرون في نهائي كاس أفريقيا مصر كسبت المغرب وطبعا كان في مشجعين وخاصة وخصوصا في اماكن التجمعات العربيه اللي فيها كتير مصريين وكتير مغاربه ودول بيشجعوا فريقهم ودول بيشجعوا فريقهم وانتهى انتهت المباراه ان مصر كسبت المغرب وكانت الروح رياضيه وجميله وانتهت كاس انتهى كاس افريقيا بفوز الكاميرون ومصر كانت في المرتبه الثانيه في كاس افريقيا ولكن كل ده يعني نخليه على جنب دلوقتي انا اللي بيعنيني هنا المغزى من هذا الموضوع من التشجيع ومن المشجعين اللي شفناه من تشجيع جميع الدول بما فيهم المغاربه والجاليات العربيه اللي موجوده بامريكا كانوا بيشجعوا مصر بحماس غير طبيعي فده بيدل على قد ايه الحب بينا كعرب وكجاليات عربيه مهما كنا في بلدنا خارج بلدنا وخصوصا في بلاد الغربه الكل كان بيقول مصر 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 مغربي تونسي جزائري لبناني سوري سعودي فلسطيني كان بيشجع مصر بكل حماس ومصر ما يعني ما ما احرجتناش قوي لان مصر الثاني على كاس افريقيا في ظل الظروف الغير عاديه في القاهره فانا بقول لمصر تاني مبروك المركز الثاني كاس افريقيا وبقول للكاميرون بروح رياضيه مبروك فوزك بكاس افريقيا آه خلينا نشوف كده تقرير يمكن خدنا تقرير بسيط كده عن مباراه الكره القدم في آه كوينز في استوريا اللي فيها تجمع كبير للمصريين والمغاربه خلينا نشوف مع بعض التقرير ده يا مصر بحبك يا مصر ومبروك لمصر وأرقص يا حضاري <applause> 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 لقاء تاريخي ما بين الكاميرون ومصر حضرتك في الجول الاول شو احساسك كان؟ هو كان مفاجأة لأن محمد النني الناس ما كانش متوقعين في النقاد الرياضيين في مصر ان هو جاهز بس ما شاء الله هو أثبت العكس المدرب بتاعنا يعني بيلعب بتكتيك عالي جدا والحمد لله مع الاصابات ومع الـ مع الـ الـ الكم الاصابات اللي عندنا الكتير ده ان احنا قدرنا نوصل للفاينال اخيره مبروك مقدمه للشعب المصري كله ومدرب كويس كفء بيلعب بالتكتيك كل مباراه لوحدها وده اللي عجبني فيه يعني الحمد لله ربنا ربنا كرمنا والباقي الفرق العربيه طلعت بس مصر بتمثل الفرق العربيه و... <applause> اسمك ايه يا عمر انا اسمي سلمى سلمى بتشجعي مين <applause>

ولكن الاي ار دي من الصغر نعرف يعني نعرفوا الاي دي بتغطي كل القنوات بنشكر رئيس قنوات الاي ار بنشكر العاملين على قنوات الاي ار ودايما سباقين ان انتوا بتغطوا معانا كل ال في حزن في فرح في كل حاجه في حياتنا بنشكركم جدا ومش عارفين نقدموكم لكم يعني ايه مجموعة من الشباب الجمال اللي احنا متعودنا ان احنا دايما نلاقيهم في اوقات كثيرة قاموا بعمل كونسرت اسمه سيفن بان، سيفن بان وهو اه يعني خدوا التايتل بتاع السبع دول الممنوعة اه شعوبها ان هي تدخل امريكا واللي قرارهم وقف دلوقتي الشباب دول هم فريق آه انا يعني هتكلم على تفاصيله اكتر بس ولكن عندنا مفاجاه ان هم عاملين كونسرت كبير في مانهاتن في نيويورك وعلى اخر الحلقه هيبقى عندنا آه تيكتس آه يعني زي اوورد او هم آه بيدوا تيكتس لمشاهدنا في هيبقى فيه سحب على تيكتس من خلال آه لو حضراتكم تدخلوا على الفيسبوك وتدخلوا على ذا بريدج جي تي في ذا بريدج جي تي في على الفيسبوك بتعمل لايك like او شير وبتدخل السحب وعلى هذا الاساس احنا هيكون في فائزين معانا باثنين تيكت لكونسرت في منهاتن تفاصيله هيكون معانا في الفقره الاخيره. في احداث كثيره بتحصل على الساحه العربيه الامريكيه طبعا وامور بتشغلنا جميعا عن السبع دول والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه مع عن الرئيس دونالد ترامب واللي حاصل والمعارضات وسي ان ان وفاكس و كي والمظاهرات اللي بتحصل والقضاء واستئناف القرارات وتوقيف القرارات فهيكون معانا في 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 هذه الحلقه زي ما قلت لحضرتكم الخبير والمحامي الاستاذ محمد السواعيري ايضا هنتكلم على مصر الطيران وهنشوف ايه اللي جاري في مصر الطيران خلال هذه الفتره مع الاستاذ محمد السمري مدير عام مصر للطيران بامريكا وكندا، ايضا هيكون لنا لقاء هام جدا مع دكتور واستاذ في جامعه بوسطن وهو يعني انا كنت بقول لكم يمكن احنا ضيوفنا بيتحملوا عبء السفر وهو مثال لذلك ان هو تحمل عبء السفر على من بوسطن الى نيويورك قمه العلم وقمه الثقافه وقمه الادب والاخلاق ان هو صمم ان هو يكون مع مشاهدي الجسر ليجاوب على اسئله كثيره فهو استاذ طبيب دكتور في جراحه العنق والراس، الراس يعني كل ما يتعلق في الراس يعني من اذن لفم الحنجرة، لانف والعنق، هنتكلم كثير مع الدكتور وطبعا موضوع السمع اللي احنا منتشر في الشرق الاوسط كثير ان يعني الناس السمع بتاعهم بيقل ومش في سن كبير يمكن في سن في الاربعينات وكده تبص ليه، دايما بتتكلم مع حد يقول لك ايه؟ فخلينا هناخد تفاصيل اكتر مع الدكتور وليد داغر من جامعه بوسطن وهو استاذ الدكتور وليد داغر متخصص في انف واذن وحنجره. اعتقد معانا تليفون اوكي فهيكون معنا الدكتور وليد داغر ايضا زي ما وعدنا حضراتكم قبل كده ان احنا هذا البرنامج وهذا الجسر المتواصل بين الجاليات العربية لا بد من مشاركة الجيل الثاني الجيل الثاني من الشباب ومن البنات الذين يتحدثون اللغة الأم الأمريكية بدون آه بدون اكسنت زينا يعني آه وخليني آه ناخد معنا معلش التليفون آه ايوه ايوه الو الو الفن... الأستاذة الفنانة الجميلة سمية الخشاب أهلا بيكي أهلا وسهلا بيك وأهلا طبعا مساء الخير صباح الخير صباح الفل <تصفيق> <تصفيق> أنا 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 بشكرك على مكالمتك ويعني إن أنت حضرتك تصحي الساعة 4 الصبح وعلشان تتواصلي مع جمهورك بأمريكا اللي بيحبوكي وأنا بالنيابة عن ناس كتيرة جدا وعن جمهور كبير قوي في أمريكا بندعوك ان انت تكوني معانا هنا وبنشكرك على ان يعني يعني انا عارف قد ايه ان معاناه ان تصحي الصبح وانا عارف اكيد بيبقى عندك شغل متاخر لبالليل وبعدين صحيت الصبح مخصوص عشان تكلمينا فانا بشكرك كتير. يا فندم دي اقل حاجه والله يعني طبعا بس انا تعودت اصحى بدري بس مش اربعه يعني انما <تصحيح> عشان عيون مشاهدينا طبعا وحبايبنا في في امريكا وفي كل مكان في العالم بس انا بحب اصحى بدري دايما ولسه بادئه من كام يوم تصوير مسلسل جديد اللي هو اه حمام اللي رمضان ان شاء الله 2017 فالحقيقه المخرج بيحب يصحى بدري ونشيط قوي طب نقف قدام الكاميرا 8 الصبح 8 الصبح حرام يعني 8 الصبح بيقول لي احسن تعلموا النشاط اه خلاص 8 الصبح مش مشكله ما بنعترضش يعني لإن أنت غبتي عننا شوية يعني بعد كيد النسا وكان في كتير بيسألوا فين سمية الخشاب؟ سمية الخشاب فيعني يا ريت تكلمينا شوية إيه المسلسل اللي حضرتك رمضان اللي جاي ده؟ رمضان الجاي ده إن شاء الله هعمل مسلسل بإذن الله اسمه الحلال اسمه الحلال؟ الحلال اه إخراج أحمد شفيق وتأليف سماح الحريري وإنتاج صادق الصباح اه والمسلسل شعبي من النوع الشعبي و بيتكلم عن العادات والتقاليد المصريه وحكايه مختلفه ودمها خفيف و, و... يا رب اتمنى تعجب الناس ان شاء الله انا متهيالي انت اي حاجه بتعمليها بتعجب الناس يعني يعني سميه خشية في اي عمل حقيقي بتعجب الناس و... وان انت حضرتك تكلمينا وفي الحلقه رقم 100 البرنامج الجسري دي دي يعني لها وانت تق... طيبه بجد ال... فدي يعني, يعني... الحلقه ال دي مناسبه حلوه قوي سعيده ان انا معاكم وتحتفلوا بالحلقه المئة ان شاء الله تحتفلوا بالحلقه الالف ان شاء الله ان شاء الله. الله احنا عايزين انا مش هقول لك دلوقتي لان انا عايز عايزك تكملي المسلسل لان احنا عايزين نشوف المسلسل في رمضان اكيد ولكن بعد المسلسل وبعد ما تخلصي الشغل ده ان شاء الله لازم تكوني معانا لايف لان انت لك فعلا جمهور كتير 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 ويمكن وحضرتك عارفه يعني اكيد في امريكا وكندا سمير الخشاب جمهورها عامل ازاي؟ صحيح الحمد لله ببقى مبسوطه قوي لما بقابل يعني حد من الجاليات العربيه اللي عايشين في امريكا او كندا يقولوا لي احنا اه بعيد بس بنشوفك ومتابعينك يعني الجمله دي بتساعدني قوي يعني مش آه. عارفه اقول لحضرتك قد ايه ببقى مبسوطه لما بسمع الجمله دي انه متابعينك وبقول والله حلو قوي ان انتوا يعني طبعا احنا متابعين متابعين اكتر من الناس اللي موجوده في في الدول العربيه حقيقه صحيح حقيقه يعني. صحيح وبعدين انت حضرتك يعني سماء الخشاب بتمثل يعني الشخصيه والملامح ال... مش المصريه بس العربيه الملامح يعني انت فيكي كل واحد بيشوف بلده فيكي ف, ف... الحمد لله يعني نعمه من ربنا ان انا ملامحي شرقيه قوي و... وده اللي بيحبب ال... يعني ليا ستايل كده خاص بيا يعني الجمهور بيحبوا الحفله بي. طيب إيه، انت فين بقى السينما والافلام يعني احنا يعني مسلسلات طبعا نمره واحد ولكن الافلام والسينما حضرتك عارف الفتره اللي فاتت ما في سينما تقريبا يعني يمكن يعني قله الموضوعات هي اللي خلتني اعتذر كتير عن اعمال لانه ما اقدرش اقدم حاجه دون المستوى طبعا مجرد ما إن انا اشتغل وخلاص وبس انه اطلع الشاشه يعني آه. لازم احترم جمهوري واحترم آه الحاجة اللي انا بقدمها لهم لازم اقدم لهم حاجة على المستوى اللي هما متعودين فيه و ويعني و بس في مثلاً اي عمل تحت الدراسة؟ آه مش سامع حاجة تقول ايه؟ في اي عمل تحت الدراسة اي عمل سينمائي تحت الدراسة ولا تركيز حالياً دلوقتي على مسلسل رمضان؟ لا انا مركزه دلوقتي على مسلسل رمضان لان الحقيقه مش بقدر اشتغل عملين مع بعض يعني بفضل دايما ان انا اشتغل عمل واحد وادي له كل تركيزي وكل طاقتي وبعد ما اخلصه اقدر اشتغل عمل ثاني لكن انا اجمع بين العملين دي صعبه قوي بين اللي بحتر... يعني مش انا بحترم بقدر اعمل ده انا بحترم ده يعني ما تصوريش انا بحترم ده قد ايه انت حضرتك يعني انت تعترفي بحاجه زي كده ان انت ما تركزي في عملين وده انا اعتقد ان هو ده الصح الصح ال 100% يعني يعني في, في ناس الحقيقه مت... لانه اه الحقيقه انا يعني احنا انا بصدق قوي الدور اللي انا بعمله وبعيشه قوي وبندمج فيه قوي في درجة ناس ب... يعني آه. لما بتدي انا شخصيا بكلم كل اللي حواليا بطريقه شخصيه حتى في البيت يعني ف فبعيشها قوي فالناس فبعيش بيفتخروا ان هم بيعملوا اه ب... بيفتخروا ان هم بيعملوا دورين وثلاثه في نفس التوقيت وبيغيروا شخصية لكن تركيزي بيبقى صعب يعني. مظبوط لا ما مقدرش ما اقدرش اعمل حاجتين مع بعض تشتيت يعني اه انا انا مش هعطلك كتير آه سميه الخشاب بشكرك و وكملي نوم مش كتير يعني ساعه <applause> كمان ولا حاجه و بس مش هسيبك الا لما توعدينا ان انت هتكون معانا بامريكا واحنا بندعوك رسميا قدام الناس كلها آه ان شاء الله طبعا اكيد بشكر كل اللي بيشوفونا دلوقتي و وأنا أه... بشكر كل جمهوري في كل أنحاء العالم وبقول لهم أنا بحبكم أوي وأنا حريصة على إني أقدم لكم دايماً كل حاجة تعجبكم إن شاء الله دايماً أكون عند حسن ظنكم أتمنى إن انتم تدعوا لي بالتوفيق لمسلسل الجديد إن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله هاجيلكم بإذن الله أخلص بس المسلسل على خير وأجيلكم أنا ما أمريكا كده على فكرة و... ونفسي أجي إن شاء الله هاجي وان شاء الله هنفضل وراك ان شاء الله ان شاء الله هنفضل وراك لحد ما تيجي بس بعد ما نشوف مسلسل <applause> الحلال ومره اخرى سميه الخشاب الرمز الشرقي الجميل المحبوب بامريكا وكندا بشكرك 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 على على انك بتصحي الصبح وتكلمينا و وان شاء الله بالتوفيق وكلنا بندعي لك ان المسلسل هيحقق اعلى آه نجاح شكرا يا رب ان شاء الله باذن الله مرسي لكم جدا شكرا أنا سعيده شكرا كان معانا سميه الخشاب هي اتصلت يعني لما لما سمعت ان احنا الحلقه رقم 100 وطبعا صاحيه من النوم الساعه 4 الصبح وكده فانا بشكرها وان شاء الله هنتابع معاها وتكون معانا في قريبا بعد المسلسل رمضان خليني ارجع تاني لباقي حلقات باقي ضيوفنا النهارده او مش ضيوفنا اكشولي الفقره الاخيره اللي هتكون مع الجيل الثاني اللي احنا وعدناكم ان هو يكون في فقره هامه جدا وثابته في هذا البرنامج مع الجيل الثاني نعرف ازاي بيفكروا بيتكلموا ازاي الناس دي هي اللي لما تروح واشنطن والبيت الابيض هم اللي بيتكلموا هم اللي المفروض بيتكلموا بالنيابه عن كل عربي بامريكا عرب امريكان اللي هم الولاد اللي اتربوا هنا ودخلوا المدرسه الابتدائي والثانوي والجامعه وعاشوا الحياه الامريكيه مع الامريكان يعني هم امريكان مش مع الامريكان هم امريكان وبس في نفس الوقت هم عندهم ميزه اهم من كده كمان ان هم عرب امريكان فيكون معانا الفقره الاخيره اللي هي هنقول عليها بيني وبينك مع كريم حجازي فاسيبكم على بريك حاليا دلوقتي وهيكون ايضا معانا قبل ما نطلع على الفاصل هيكون معانا خبيره التعامل بين الناس وبمناسبه عيد الحب على سكايب الخبيره ساريا خير فساريا خير هي من اتلانتا جورجيا وهنتكلم على عيد الحب وازاي التعامل بين الناس وبعض بين الأفراد وبعض بين الزوج وزوجته التعامل بين الموظفين مع بعض في شركة واحدة بين الموظف أو الموظفة ورئيسها دي الأستاذة سارية متخصصة في هذا الموضوع هتكون معانا على السكايب من أتلانتا جورجيا فأترككم لفاصل ونبتدي حلقتنا مع أول ضيف والأستاذ محمد السمري مصر طيران، بعد الفاصل ابقوا معنا الأستاذ أيمن Simri.